ليش جينا لأرز لإسرائيل؟ كي بعلي هو إياه بن أدم إياه جوزي كان ماسك دينه ما يحلل شبات ما كل شيء إياه لفي السدر السفر وجوز أختي بس راحوا أمي وأبي لمكسيكو أنا صفينا ببيروت أنا أولادي وجوزي وأختي مع جوزة أولادها جوز اختي قال انا كمان بروح لمكسيكو از ما كان عنده شغل كان بيشتغل عند ميشو راح عمل باسبور واخذ اختي وسافروا لمكسيكو وصل لمكسيكو بعث لنا مكتوب اذا عمر عم بيقول له لجوزي هون بيجوا لكيبور بالاوتو بيطلعوا من الكنيس بالاوتو بيروحوا على البيت ما في ريليجن ما في شوم دبر دير بالك اذا بدك تيجي لمكسيكو عرف انه اولادك ما في امل يكونوا بمدرسه ريليجيوس جوزي كتب له لاخوه تعال لبيروت تنحكي شيء اجا بالصيف لبيروت قعدنا صرنا نحكي اجا قال انا مكسيكو ما بروح نيويورك ما بجيبكم لنيويورك ليش ما بتجيبنا لنيويورك حلو نيويورك في ناس فينا قال لي نيويورك كل حيين أناشين بالسابوي بيطلعوا من السابوي بيفوتوا على السابوي بيروحوا على البيت بيجوا على البيت بيناموا ما في شيء أنا كنت بنيويورك ما في حفيرين ومكسيكو لو إن ريليجيون شو بدك تعمل؟ قال له أحسن شيء بنروح لإسرائيل قال إيه يلا بنروح لإسرائيل هو أخوه لجوزي أخ مرته أولاده كان إجوا من أمريكا أخذهم راحوا لإسرائيل أمر له جوزي لأخو شوف المتساب بإسرائيل أنت من عينيك شوف إجا شاف قال له كتير حلو هون الأولاد كتير حلو بيروحوا لبني عكيفة وبيروحوا لهون وشام كتير حلو أبل شو أنت أبوكا أنت أوريخ دين لازم تتعلم كل شيء من أوله راح على الونيفرسيتا بو بجفات رام سأل أخي هو يعني أوريخ دين قالوا له صريخ للمود من ألف عطاف كمو يلد شنولد اتمول أمر له أز جوزي صار يشتغل ويخبي المصاري يشتغل يخبي المصاري لا ما رح نروح لإسرائيل ما في شغل مشان أنا أبوكا ما بقدر أشتغل هناك جينا لإسرائيل لهون دبار ريشون استأجرنا بيت بيروشلايم بي